وسهلا فيكو. احنا في جمعية تراثنا الأصيل للمرأة من بيت جالة، جمعية بتشتغل مع مزارعين منطقة بيت جالة، منطقة المهددة بالمصادرة هي عنا طبعا أزود منطقة مهددة بالمصادرة. احنا بنشتغل في التصنيع الغذائي في الخالي مواد حافظة، بنحاول نشجع الناس انها تشتغل كل منتجاتها خالي مواد حافظة، لأن هي بنتعرف المنتجات المصنعة بالخارج كلها ضارة للصحة. بنحاول نعطي دورات للناس وتوعية كديش خطورة المواد الحافظة هذا على جسم الإنسان. إحنا بنحاول هون في الجمعية نفتح أبواب رزق للستات، تشغيل الستات في التصنيع الغذائي، في التطريز، في حفظ التراث، في كل في حفظ التراث في كل نواحي، التطريز، التصنيع الغذائي، الأعشاب، كل شغلات تراثية موجودة في المنطقة إحنا بنحاول نشتغل فيها. عشان هيك يعني بتلاقي عنا في منتجات تراثية ملابس، في عنا منتجات أعشاب زي المقيم، رمية، ملبن، دبس، عنا كل أنواع المعجنات إحنا بنعملها، كل الطبايخ بنعملها، يعني كل إشي ممكن الست تقدر تشتغل عنا. يعني إنه مش إحنا إنه هذا الست أنا ما بقدر أشتغل في التطريز، تقدر تشتغل في المطبخ، تشتغلش في المطبخ تشتغل في تفريط ملوخية، تفريط الزعتر، كل شيء عندنا نظيف وآمن وصحي ومغسول، والناس عندنا يعني بتعرف عندها ثقة في منتجاتنا، وبتعرف إنه إحنا يعني اللي بيصنعوه هون في الجمعية ستات يعني معنيين إنه تكون كل جودة عالية، جودة عالية وكله نظيف وكله مغسول ومرتب، والحمد لله عندنا سمعة، ربينا سمعة في المنطقة، وإن شاء الله تضل هذه السمعة موجودة. وإحنا أول آخر من نفتح باب رزق للناس عن طريق الجمعية اللي تشغيل أيدي عاملة، هذا هو هدف الجمعية. أنا حكيت لك افتح باب رزق بأي مجال شغلات تراثية موجودة عندنا بنفتح فيها أبواب رزق. والتصنيع الغذائي أنا انتبهت إنه بتعملوا كل الأنواع التطلي المختلفة، الزعرور، زعرور، دبس الزعرور، دبس العنب، بنعمل برضو كل أنواع المربيات، السفرجل، العنبية، المشمش المشهورين فيه تطلي المشمش، عملنا كمردين مشمش، الحين عندنا الملبن، موسم الملبن برضو. طبعا الأصدقاء اللي بيتابعونا بيت جالة هي مشهورة بالمشمش ومشهورة بالزيتون.